تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن احمد محمد كرمت جمعية البحرين لشركات التقنية بتك المشاركين والداعمين للرواق الوطني البحريني في معرض جايتكس 2021. جاء ذلك خلال لقاء اقامته الجمعية بمناسبة مرور 15 عاما على تنظيمها المشاركة البحرينية في هذا الحدث. التقني العالمي الذي يقام سنويا في دبي، وجرى خلال اللقاء الاعلان عن فتح باب التسجيل في الرواق الوطني البحريني بمعرض جيتكس 2022، والذي ستنظمه جمعيه بيتك في اكتوبر 2022 في مركز التجاره العالمي بدبي، حرصا على تعزيز حضور الشركات البحرينيه لعرض منتجاتها وحلولها التكنولوجيه في السوق العالميه.